إذن أعزائي المتابعين والمشاهدين والمتعلمين أينما كنتم، مرحبا بكم جميعا. دائما في إطار الاستمرار في إعطاء وتقديم دروس في اللغة الفرنسية من أجل تحسين قراءتها وفهمها، نستمر معكم في هذه العطلة وفي هذا الصيف بصفة عامة بدروس جديدة اللي هي بسيطة وفيها نوع من المتعة ونوع من الغرائبية اللي غتكون عندها علاقة بليكونت، يعني الخرافة أو الحكايات الغريبة والعجيبة بلغة فرنسية بسيطة، ونحاول نشرحها كما كنديرو دائما باللغة العربية من أجل تعميم الفائدة. إذا اليوم كما شفنا البارح، شفنا واحد القصة ديال رعية الإيوز، يعني لا غاردوز أو بيان لا بتيت غاردوز دوا، اللي هي كانت واحد الأميرة وخدعتها الخادمة ديالها وتزوجت في مكان ديالها، ولكن افتضحت في آخر الأمر. اليوم غنشوفوا واحد القصه اخرى ولكن بطريقه اخرى، اللي حتى هي ديال واحد رعيه الايوز بطريقه اخرى، ولكن تثبت ان الصداقه كما نقول لا حدود لها. اذا الدرس التكست ديالنا اليوم العنوان ديالو هو لاميتي نو كوني با دو فرونتيير، الصداقه لا حدود لها او الصداقه لا تعرف حدودا معينه. اذا النص ديالنا غنبداوه كما العاده، il était une fois une jeune bergère qui vivait dans un petit village. يعني كان يا ما كانت اون فوا واحد لا جون بيرجير، يعني سارحة راعية إبل راعية أغنام كما تبغيتو، شابة كي فيفي دونز ان بتي فيلاج، تعيش في قرية صغيرة. إل ترافايي دور، يعني كانت تشتغل بقساوة، يعني إنسانة تعتمد على نفسها. أون سوكيبون دي زانيمو دوميستيك، يعني تهتم بالحيوانات الأليفة. برونون سوان دي موطون، برونون سوان دي موطون اي دي فاش، هاد الحيوانات الأليفة وترعى في نفس الوقت بينها الخرفان والأبقار. سوبوندون إلا أنها إل غوسونتي بارفوا دو لا سوليتود اي دو لونوي، يعني بالرغم من أنها الوقت ديالها عامر وكتمشي تقضي أوقات بالنسبة لها ممتعة في رعي الأغنام والأبقار، إلا أنها كانت تحس إل غوسونتي بارفوا أحيانا لا سوليتود الوحدة والقلق أو لا الملل. شيرشون كيلكو شوز داميزون أفير بوندون سون طون ليبغ، تبحث عن شيء تفعله يكون ممتع في أوقات الفراغ ديالها. إذا هنايا نستمر فوالا الفقرة الثانية أو لو دوزيام باراغراف. أن جور في يوم من الأيام، أن جور يعني العنصر اللي غادي يغير مجرى الأحداث، لا بيرجير ديسيدا قررت، هاد الراعية قررت ديسيدا دو سو بروموني دون ان شون بخي دو فيلاج، يعني مابقاش كتمشي للمكان المعتاد ديالها ولكن قررت أنها تبتعد واحد الشوية بخي دو فيلاج بالقرب من القرية فاش كانت كتعيش. Sur son chemin, في طريقها, elle remarqua la présence d'une petite oie qui avait perdu sa mère. لاحظت، شاهدت وجود واحد الإوزة صغيرة فقدت أمها. Sans hésitation, بلا تردد، sans hésitation, la bergère ramena la petite oie chez elle et commença à en prendre soin avec beaucoup d'attention. يعني بلا تردد اشنو دارت هاد الراعيه هادي، اخذت معها هاد الاوزه الصغيره الى بيتها وبدات ترعاها وتحيطها بالعنايه اللازمه. فوالا او فيل دو طون، يعني مع مرور الوقت، او فيل دو طون اون غولاسيون فورت، يعني علاقه قويه، سو ديفلوبا انتر لا بيرجير اي لوا، يعني علاقة متينة توطدات بيناتهم تنمات مع مرور الوقت. إل لوي دونا لو نو دو شيبي أو بيان تشيبي، كل واحد واش كيقول. يعني هاد الراعية عطات لهاد الإوزة الصغيرة الاسم ديال شيبي أو لا شيبي، كل واحد واش كيقول. إل دوفانغ دو بروش زامي، وأصبحوا أصدقاء مقربين أو صديقين مقربين. لا بيرجيغ أونتخيني شيبي أ إفيكتويي دي موفمون امبرسيونونت، كانت تدربها على القيام بحركات مثيرة تثير افوالا الانتباه. كوم مارشي سوغ اون كورد، يعني السير على الحبل، اي سوتي دون لي زير، يعني انها تقفز في الهواء. لوا
était réactive, كانت جد متفاعلة وذكية. Loi était réactive et intelligente. Elle apprenait rapidement. كانت تتعلم بسرعة كبيرة. Au fil de temps, مع مرور الوقت, la renommée de Chibi, يعني الشهرة ديالها, أصبحت معروفة, se répandait dans le village. انتشرت في كل القرية. Les gens, الناس, venaient de partout pour assister à ces spectacles incroyables. يعني الكل سمع بها, الشهرة ديالها أصبحت معروفة, ماشي غير في القرية بوحدها, وبدأ الناس يحجون باش يشوفوا يحجون المكان اللي كاينه فيه هاد البنت باش يشوفوا هاد السبيكتاكل انكرويابل باش يحضروا لهاد الحركات اللي كدير هاد لابتيت وهاد الاوازه الصغيره وبالنسبه لهم شي حاجه انكرويابل يعني ما يمكنش تخيل لا بيرجير اتي تري فيير دو شيبي يعني هاد الراعيه كانت جد سعيده من صديقتها شيبي اي de ses compétences exceptionnelles وقدراتها الاستثنائية ولا الخارقة. Chibi est devenue la coqueluche de la ville يعني أصبحت على لسان كل أهل المدينة يعني أصبحت معروفة الكل يتحدث عن شيبي وما تقوم به. Et a même fait partie des spectacles du cirque يعني ولات كدير كتشارك أنشطة في السيرك dans la ville voisine في المدينة المجاورة. La bergère était heureuse, كانت جد فرحة وسعيدة du succès de son ami, نجاح ديال الصديقة ديالها الإوزة، كانت فرحة بها سعيدة بالنجاح ديال الإوزة et de sa capacité à apporter joie et bonheur aux gens. يعني أنها كانت قادرة على إسعاد الناس، إسعادهم وبث الفرحة لديهم. Ainsi se termine l'histoire de la bergère et de son ami Chibi. هكذا انتهت قصة الراعية وصديقتها شيبي اللي هي الإوزة. Cette histoire a illustré la force de l'amitié. يعني أنها علمتنا درس مهم a illustré la force de l'amitié قوة الصداقة et de la coopération entre l'homme et l'animal والتعاون بين الإنسان والحيوان. كوموندي كما بدينا العنوان ديال الدرس ديالنا كما نقول لاميتيي نو كوني با دو فرونتيير ان الصداقه لا تعرف حدودا الى حدود هنا شكرا لكم اعزائي المتابعين على حسن الانصات والمتابعه ما تنساوش تقراو القصه ثانيه وتحاولوا تحكيوها بطرقكم الخاصه لان كل واحد له طريقته في الحكي ما تنساوش تعبروا على الاعجاب ديالكم بقناتنا جميع اللي هي في النجاح الدراسي والمهني ما تنساوش تنخرطوا فيها وما تنساوش تقسموها مع المقربين والاصدقاء لكي تعم الفائده خصوصا ونحن في فصل الصيف من اجمل الفراغ على الاقل نملأه بحكايات وحكايات من اجل المتعه ومن اجل اغناء الرصيد اللغوي والثقافي والفكري بصفه عامه شكرا لكم مجددا والى حكايه لاحقه ان شاء الله